السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. درسنا اليوم إنجليزي للصف الثالث ابتدائي، صفحة 26. Unit 2 Lesson 3، الدرس الثالث. Animals، Animals حيوانات، Animals حيوانات. هنا منطيني صور للحيوانات، راح نتعرف على أسمائها. هنا عندي أول حيوان اللي هو الضفدع، اسمه فروغ، فروغ، ضفدع، فروغ، فروغ. فأر، ماوس، ماوس، ماوس. بقرة، كاو، كاو، كاو. فروغ، ماوس، كاو. جمل معناها كامل، كامل، كامل. الدجاجة، هن، هن، هن. حمار، دونكي، دونكي، دونكي. كامل، هن، دونكي. أفعى، سنيك، سنيك، سنيك. نحلة، بي، بي، بي. كلب، دوغ، دوغ، دوغ. سنيك، بي، دوغ. نعيد قراءة المرة الثانية. الضفدع، فروغ، فروغ. فأر، ماوس، ماوس. بقرة، كاو، كاو. جمل، كمل، كمل. دجاجة، هن، هن. حمار، دونكي، دونكي. أفعى، سنيك، سنيك. نحلة، بي، بي. كلب، دوغ، دوغ. هنا عندنا صفحة 27. It can، it can يعني يستطيع. Listen and find. هنا منطيني مجموعة حيوانات، وهنا أسئلة وأجوبة عن هذه الحيوانات. أنا من خلال هذا السؤال وجواب راح أعرف من هو الحيوان المقصود. عندنا هنا السؤال الأول، كانت تفلاي، كانت تفلاي، تستطيع الطيران. إذا كان الجواب يس، تستطيع الطيران، بعد هنا راح أسأل سؤال ثاني، كانت ران، كانت ران، تستطيع الركض. إذا كان الجواب بيس، تستطيع الركض، فهي هن، هن. حيوان هنا الدجاجة، هن، هن، تستطيع الطيران وتستطيع الركض. إذا كان الجواب بنو، لا تستطيع الركض، فهنا عندنا جوابنا هو بي، بي. النحلة، النحلة تستطيع الطيران لكن لا تستطيع الركض، فهي الحيوان بي. هنا عندنا المجموعة الثانية، كانت تفلاي، نو، نو، لا تستطيع الطيران. كان تكلايم، كانت تكلايم، هنا تستطيع التسلق. إذا كان الجواب نو، لا يستطيع التسلق، فهنا عندنا الحيوان هو الدوغ، دوغ، الكلب، الكلب، لا يستطيع الطيران ولا يستطيع التسلق، فهو الحيوان dog، dog، الكلب، dog. إذا كان الجواب yes، yes، يستطيع التسلق، راح أسأل سؤال ثاني، can it jump، can it jump، يستطيع القفز. إذا كان الجواب yes، يستطيع القفز، فهو الحيوان frog، frog، الضفدع. إذا كان الجواب no، لا يستطيع القفز، فهو الحيوان سنيك، سنيك. نعم السنيك، الأفعى، تستطيع التسلق لكنها لا تستطيع القفز، تستطيع التسلق لكنها لا تستطيع القفز، هي نانا سنيك. Ask and answer، هنا سؤال وجواب. هنا مثل الحوار هنا بين الصديقات أو الحزورة هنا عن الحيوان. هنا هذه تسأل
Can it fly? Can it fly? يستطيع الطيران؟ هنا نجاوبها yes. Yes. Can it run? تسأل سؤال ثاني. Can it run? يستطيع الركض؟ جاوبها no. Is it a bee? Is it a bee? هل هي النحلة؟ جاوبها yes. Yes. النحلة تستطيع الطيران لكنها لا تستطيع الركض. وانتهى درسنا لهذا اليوم ومع السلامة.